طيب ركز معايا في الكام نقطه اللي هتكلم فيهم دول لان نقاط كلها مهمه جدا وبناكد من خلالها على امور عديده جدا جدا اول حاجه اول حاجه الكلام اللي طالع خلال الايام السابقه بخصوص ان في تفاوض ما بين الاهلي وبيراميدز بخصوص تبادل اللاعبين او ان بيراميدز عايز مثلا لعيب او اتنين او ثلاثة من الاهلي والاهلي عايز ابراهيم عادل من بيراميدز والكلام من ده الكلام ده يا جماعه غير صحيح بالمره هتقول لا ده في ناس بتاكد وفي ناس بتقول ان في فعلا تفاوض انا بقول لك وباكد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي مش هطلع اقول حاجه هنا بالذات غير لما اكون متاكد منها مليون في الميه مش 100% في المية. مليون في الميه هل في اي تواصل ما بين الاهلي وبيراميدز لا العلاقات مقطوعه انا بجيب لك من الاخر ما فيش اي علاقه او اي شكل من اشكال التعاون ما بين بيراميدز والنادي الاهلي او ما بين الاهلي وبيراميدز الاهلي الاول طبعا الاهلي تاريخ وفرق كبير يعني ده رقم واحد اي شكل من اشكال التعاون مش موجوده طب هل الاهلي قال لبيراميدز عايز ابراهيم حسن عادل ما حصلش الاهلي ما طربش من بيراميدز ابراهيم عادل طب هو بيراميدز بيعملوا كده ليه يعني ليه الاخبار دي بتطلع هم بيراميدز المسؤولين في بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير ليهم هم عايزين يحطوا نفسهم في وضع المقارنه مع نادي الاهلي وده كلام غير منطقي بصراحه يعني يعني الاهلي في حته وبيراميدز في حته الفرق كبير جدا ما بين الاهلي وما بين بيراميدز فما تحاولش ان انت تقارن نفسك بالنادي الاهلي ما تحاولش لان مستحيل من رابع المستحيلات كمان مش مستحيل بس انك تقارن نفسك باكبر نادي في الشرق الاوسط في افريقيا وبطل القرن فانت عايز دايما تحط ايه آه لا انتوا لو عايزين ابراهيم عادل احنا يعني عايزين فلان وفلان وفلان كلام غير منطقي هو الاهلي اصلا ما عازش ابراهيم عادل ولا الاهلي كلم اصلا في ابراهيم ولا حتى على المستوى الودي انت ممكن تقول لي انت بتتكلم هنا بالشكل الرسمي الخطابات الرسميه وكلام من ده انا بقول لك كمان ولا حتى على المستوى الودي وما الكلام بيطلع ده ايه ما حصلش ولا اصلا في اي تواصل ما بين ممكن تقول لي اصل امير توفيق كلم مش عارف مين هناك ما حصلش خالص انا بقول لك تاكيد ومش هقول حاجه هنا تاني غير لما اكون متاكد منها فانت ما تحاولش تقارن نفسك بالنادي الاهلي وما تحاولش ان انت تحط نفسك في صوره ان انت يعني علاقتك كويسه مع النادي الاهلي وان الامور طبيعيه كلام لا الكلام مش مش صح ده مش حقيقي ما فيش اي تعاون حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاكم ما بين الاهلي وبيراميدز في اي ملف من الملفات ولا تبادل لعيبه ولا مش تبادل لعيبه ادي رقم واحد